اول شيء بنزين على مي باسياخ النحاس هي، وبننزل في الارض بيطلع لنا صخر، نستخدم التفجير طريقة السماد والدلوميت، ننزل لحتى تجينا طبقة مي، طبقة مي، ومي بتجي على 20 على 25 حسب طبقة المي. نعمل توسعة، والمي هون عنا ضعيفة كتير، يعني كتير ضعيفة، نعمل لها خزان مي، خزان 3×3 وبنطحر مثل ما شفتوا بشكل دائري. نستخدم المجرفي، كريك، أزمة، بدرمول بيقولوا له هذا درمول شكل دائري، كمبريسة على الكهرباء صغيرة ما كبيرة. طبعا نحن قمنا بعملية الحفر اليدوي هاي، يعني صرنا نحفر بإيدينا لأنه الدقاقة اللي بتحفر البيارة يعني ما يقارب المتر 40 دولار بدون 40 دولار. فنحن لقينا يعني عيدنا العاملي أنا والأولاد مثلا بنشتغل، في شباب أصدقائنا بيجوا بيتسلوا يعني وبيساعدونا، بنحفر هذا البير العربي اسمه مشان تجميع المي. اول ما شيء طلع الصخر وما صخر، عملنا عمليه تفجير وما تفجير وعزلناه، هلا طلعت معنا طبقه اطرى شوي، صرنا نستخدم الكمبريسه الكهربائيه، يعني الكمبريسه على المولدي بنشغلها وبنحفرها. بدنا نقوم بحفره تقريبا ما يعادل 30 متر. نحن عندنا كميه المي هون قليله شوي يعني، فلذلك نحن بنعمل هدول البيار العربي يعني مشان تجميع المي، بتجمع قبل بنهار مثلا بنهار مشان نعمل هدول الخضره مثل ما شايف، هاي فاصوليا يعني خضره مشان البيت مشان استخدامنا البيت يعني.